أكورد جبلي. تحية لآلي ملحم من الخليل لطول كرم لكتابة يا عرابي يا يابل. عشو عشو آلي ملحم من كل أبو عبد الله صلاح الزعامة الهناسة ورجال بفعالة وما حدا له فضل علينا. اللي عادي أسد كتاب اللي خلي غضب الله ينزل عليه. أور يا جبالي يلا عبود فجر يا أبو محمد يلا روح روح جبيك الملحم أبو خالد عبد الحجي هذا حجي مرايا يا وسيم طالب ول 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 يا غضب الله جيت حاربهم يا غضب الله جيت حاربهم جبار الدنيا داعش شاربهم ابو الوليد الدهور والله معذبهم بعدك الفرقة شمشوم يا دير بالك على الدنيال ملك مصور يا سيدي الجبالي ومعامل سلامي عشا ابو خطاب ابو خطاب رحمة ما عدنا سوش ما بدنا رحمة ما عدنا سوش ما بدنا كسر رأسه اللي يوقف ضدنا كسر رأسه عاش عبد الجبار هولي طق الفشك من هابه الموت احنا اصحابه اخواله ودار سبيده عمر المخان اصحابه مو ثالث ولا ثاني كاسر خشم عدواني ونسد يلا ارفع 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 مصعب ترتيبه الاول وعمره ما يبقى ثاني حبك يبقى بالقلب انت القلب حياتي قلب كلهم كانوا ارقام نبقى انت الرقم الصعب حرب وسلاح وعساير دوله وجنود وعساير ادورك داير مداير ايه ادور صمم لك اصدر شهادي ولك يوسف ولك ابو حميد هلا 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 قول قول ولا احنا ما نجبر عنا أبيرة محمد تعالي حمادة ولا يا صغيرك عد عاكل حب تسوي مشاكل عيب يا ولد عيب قول يا صغيرك عد عاكل حب تسوي مشاكل هاي عشر مراحل نور شمس لا توصلنا نور شمس بدك عشر مراحل ولا يبلغ الغاسي الغاسي لا ماني ناسي الرد قاسي الرد قاسي راسك المطلوب الرد قاسي عاش محمد السمير إعمام العروس قول 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 شباب على المنصة خليه يعرف يغني يا شباب 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 ارجع شوي على المنصة يا شباب ارجع شوي يا سليم ولا بس ثواني خمس دقايق ابو عبد الله
إش قد خبصنا بدنيتنا إش قد حبينا ما ضل شي بنفسنا وما عبودة وليلة تركع ورا الرايح حتى ترجع ترى بصلاة الميت ما بيركع اسمع زمان أول زمان أول حول ولا لا مراد عصدار الجابر ولي اقعد يا ولد وانشب بال سيادك تأدب اقعد يا ولد وانشب بال سيادك تأدب بغياب عامل رجال بحضور مثل الأرنبي احلى وسيم الطالب يا وسيم ولي كلهم غنوا لي وما قدروا يوم يوصلوا لي خمسة وستة وسبعة وعشرة كلهم غنوا لي واللي حافظ له لحني عالفن يحجوا لي وانا مش قلت يا حمود ضب لساني سولف من ورانا وبوجهك شارب صير زلمة وحجي بوجهك واجبر يا عايب ابو عبد الله الاول عز الحبايب ابو الرعد يا معلمهم اول وثاني ابن عمي يوم الفزعة نار ولهابي ابن عمي يوم الحرم يبهم بيهابي باعني كل الدنيا عفون اصحابي ابن عمي معروف شك وجه العداني شمشوم وللحكي واضح مو مفهوم معلمهم يا شمشوم ابو خطاب مثل الاسد وعليها تعلم يا ابو الخطاب اللي تحداكم خسراني طه يا ابن الايراني يا ابويا ابو صروح شيباتك يا حسن واوعى تهتم حي الله بولاد العم لسلطان نور العين حي مخيم العين لك هارون الغالي عاش مهرجان 11-11 لك زعامة وجاها ابو مراد يا طه العريس يتهنى يلا روحوا له على الهنا يا ويلا انت السند يا ابونا ويا عقال الراس انت السند يا ابونا ويا عقال الراس اللي وقفتك هبه وما بين الناس اللي وقفتك هبه وما بين الناس وصلاح ونادينا ويا هالينا يا صلاح ونادينا يا هالينا عقبالك هي الصقر غالي علينا عقبالك هي الصقر غالي علينا ابويا ما حبيت
ابويا ما حد قدو من العندو الصقر حامل فرد وطاقك عالراس الصقر حامل فرد وطاقك عالراس عرسانة تهني عمرت الدار في العرسانة تهني عمرت الدار يم العريس تهني طلوبي مني إن شاء الله رح تيجي الكن تنور الطاير يا أبو عبد الله عيني ويا هاني أحوال العزابي الله يعلي شان ورجع للأهران كل هنا العرسان بميداني الله يسلم إخوان رجال الأهران روحت يا عريس على دار السلام وحيد يا عريس على دار السنايم ألو الهنا للعرسان على مسك الختام الهنا للعرسان